السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو تعريفي بسلسلة سنة أولى كمبيوتر، أول موسوعة عربية لتعليم الكمبيوتر بالصوت والصورة على شبكة الإنترنت. موسوعة مجانية عبارة عن حلقات متسلسلة. إعداد وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد. أرقام التليفون 0160-47-329 أو 0170-52-2796. إيميل السلسلة firstyear_f1988@yahoo.com. معانا الباوربوينت التعريفي للسلسلة. سنة أولى كمبيوتر، إعداد أحمد عصام رمضان، طبعا هو اللي عامل الباوربوينت. احمد عصام رمضان ده طالب في تاني اعدادي مدرسه دادوس الاعداديه بنين، محافظه الدقهليه، عمره 13 سنه، بيهوى لعب كونكر، مبتدئ في تعلم الويندوز والاوفيس. عمل عرض تقديم الاداب ومساعده مني. دي سلسله سنه اولى كمبيوتر. سلسله سنه اولى كمبيوتر عباره عن سلسله الكترونيه مجانيه موجوده على شبكه الانترنت، هدفها العمل على ايجاد وسيله الكترونيه مجانيه، يعني تعليم الكتروني لتعلم الكمبيوتر من اولى مستوياته البدائيه حتى مرحله متقدمه بالصوت والصوره، من خلال مجموعة حلقات فيديو. وهي سلسلة مستمرة، بمعنى انه كلما طرأ جديد ووجد احتياج للمستخدم العادي في مجال الكمبيوتر، فإن السلسلة تعمل على معالجة هذا الخلل وإتمام هذا النقصان. بالتعاون مع كل المتاح من المنتديات والمواقع العربية ذات نفس الاهتمام. لو حضرتك مهتم جدا ومتشوق ومتابع السلسلة، ممكن فورا ما تكملش الفيديو ده وتروح على جوجل وتكتب سنة أولى كمبيوتر، هيطلع لك مئات الموضوعات اللي موجودة سنة أولى كمبيوتر على المنتديات العربية. دي أسهل وسيلة للوصول السلسلة. دايما إنك تدخل على جوجل وتكتب سنة أولى كمبيوتر وتبحث في الموضوعات، هتجد موضوعات قديمة وجديدة عن السلسلة. حلقات سنة أولى كمبيوتر النهارده الفيديو ده بنعمله بمناسبة إن سنة أولى كمبيوتر كملت 50 حلقة، 50 حلقة من سنة أولى كمبيوتر. الحلقات اللي احنا استعرضناها ايه؟ أول حلقة من الحلقات اللي احنا استعرضناها، طبعا الحلقات مكتوبة من غير ترتيب، السلسلة مش مرتبة، يعني السلسلة تتفرج عليها من أي مكان، تتفرج على الحاجات اللي أنت عايزها، السلسلة زي ما تحب تتفرج عليها تتفرج عليها، يعني هي معمولة بالخاصية دي بحيث إنها تسهل عليك إنك تشوفها. فمن ضمن الحلقات ازاي اتعامل مع خواص الفاره، شرح الباور اوبشنز بتاع الجهاز، شرح التاسك والستارت منيو والبروبرتيز بتاعتها، ازاي اعمل حساب مستخدمين واليوزر اكونتس، اتعلم الباور بوينت في ساعه، جزء اول، اتعلم الوورد في ساعه، احترف صيانه جهازك، ازاي اتعامل مع البايوز واتحكم في مكونات جهازي، ده الحلقه رقم 2، احترف صيانه جهازك، مقدمه وتعريفات مهمه في عالم الصيانه، الحلقه رقم 1، ازاي اتعامل مع القوائم ومواشيط ادوات، ازاي اتعامل مع لفات جزء اول، ازاي اتعامل مع لفات جزء تاني، ازاي اتعرف على مواصفات الجهاز واتعامل مع مكوناته، ازاي اتعلم كمبيوتر من على الانترنت، ازاي اسجل في منتدى وارد على الموضوع واعمل موضوع جديد، ازاي اعمل ايميل عليها واتعامل معاه، ازاي اعمل ايميل على جيميل واتعامل معاه، ازاي اغير الخلفيه والاشكال والسمات والالوان، ازاي افتح الجهاز واقفله، ازاي تجمع كمبيوتر بالتفصيل الممل لصوت وصوره، ازاي تسطب نسخه ويندوز اكس بي على جهازك، الامتحان الاول على 25 فيديو، التدريب على الاول على برنامج الوورد، تعال نقلب في النت شويه، جمع جهازك بنفسك، شرح برنامج اي دي ام انترنت داونلود مانجر للتحميل من على الانترنت جزء اول، شرح برنامج اي دي ام للتحميل من على الانترنت جزء تاني، شرح خيارات الانترنت الانترنت اوبشن، شرح الفولدر اوبشنز اللي هي خيارات المجلدات، شرح مكونات الكمبيوتر، شرح وحدات التخزين وخواص الملفات. المحاضره رقم 10 شرح مبادئ واساسيات الاكسل، المحاضره 8 تعليم مبادئ واساسيات الانترنت، المحاضره 9 تعليم فكره عامه وشرح فكره عامه عن قواعد البيانات، المحاضره 4 تعليم اساسيات ومواد ويندوز جزء تالت، محاضرة 1 مقدمة عن أساسيات الكمبيوتر، محاضرة 2 تعليم أساسيات ومبادئ الويندوز 1، محاضرة 3 تعليم أساسيات ومبادئ الويندوز 2، محاضرة 5 تعليم أساسيات ومبادئ الوورد، محاضرة 6 تعليم أساسيات ومبادئ الوورد 2، محاضرة 7 تعليم أساسيات ومبادئ الباوربوينت، مقدمة سنة أولى كمبيوتر، يعني إيه برنامج، يعني إيه امتداد، يعني إيه كيبورد، يعني إيه نت، يعني إيه جوجل، يعني إيه ويندوز، ازاي اسجل شرح فيديو زي الشرح اللي احنا بنسجله دلوقتي بالبرنامج كامتاسيا او كامتاشا، اتعلم معانا الفصل الاول مفاهيم الانترنت من دوره الاي سي دي ال، شرح الفصل الاول اللي هو الكونسبتس اوف الانفورميشن تكنولوجي من دوره الاي سي دي ال حلقه اولى، وشرح الفصل الاول برضو من مفاهيم التكنولوجيا المعلومات اي انفورميشن تكنولوجيا والاي تي كونسبتس الحلقه الثانيه، والحلقه الثالثه كمان من شرح الاي سي دي ال، شرح برنامج رسام بنت. ان شاء الله مكملين معاكم باقي الحلقات ومستمرين بحيث ان احنا نوصل لمستوى يكون كافي لان المستخدم العربي يوصل لمستوى متقدم وقوي جدا. دلوقتي 50 حلقه وان شاء الله هنكمل بعد ال 50
مستمرين لحد ما يحصل اكتفاء من الحلقات بتاع سنه اولى كمبيوتر، لحد ما نغطي احتياجات المستخدم العربي ان شاء الله. كيف احصل على الحلقات سنه اولى كمبيوتر؟ اسهل طريقه، ابحث على جوجل، ادخل على جوجل واكتب سنه اولى كمبيوتر، ابحث على جوجل او محركات البحث الاخرى، اي محرك بحث تكتب بيه فيه برضه سنه اولى كمبيوتر. تاني حاجه، ابعت ايميل اطلب في الحلقات على فيرست يير اندر سكور 1988 ات ياهو دوت كوم، ده ايميل السلسله. تالت حاجة، اضف ايميل السلسلة على برنامج المحادثة بتاعك، الماسنجر اللي عندك، سواء هو ماسنجر، ام اس ان، اي برنامج محادثة، اضيف عليه فيرست يير اندر سكور 1988 ات ياهو دوت كوم. علامات المنتديات العربية ومثبت على بعضها، على كتير جدا المنتديات العربية تلاقي موضوع باسم سنة أولى كمبيوتر، أول موسوعة عربية لتعليم الكمبيوتر وصيانته والإنترنت بالتفصيل الممل للمبتدئين كبداية، وإن شاء الله نتقدم ونوصل لمتوسط المستوى ثم المحترفين بعون الله. لو رجعنا بس آخر سلايد اللي هي كان سجل كتبها أحمد، اللي هي ايه، كانت كلمته الختاميه، كانت هذه قائمه باسماء حلقات سنه اولى كمبيوتر حتى لحظه نشر العرض التقديم على شبكه الانترنت، مع العلم ان الحلقات ما زالت مستمره ان شاء الله. شكرا جزيلا لاهتمامكم بمتابعه العرض التقديمي المتواضع احمد عصام. نعمل الباوربوينت ده احمد عصام باشراف مني، وانا بشكره شكرا جزيلا على ده، وهو كان من الناس اللي انا اتعاونت معاهم وحاولت ان انا اعلمه الكمبيوتر في وقت قصير، والحمد لله هو كان شاب واعد في الموضوع ده، او فتى واعد في الموضوع ده، ربنا يوفقه يا رب. وشكرا جزيلا له على عرضه وتقديمه، وشكرا لكم على اهتمامكم بمتابعه الباوربوينت ده والفيديو ده اللي هو تعريف سنه اولى كمبيوتر بمناسبه مرور 25 حلقه، او بمناسبه وصولنا ل 25 حلقه من سنه اولى كمبيوتر. شكرا لكم، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محدثكم ابراهيم عبد الحميد.